مع المواصلات طويله بزاف، غادي نحكي عليكم في كلمات خفاف. بكثره الوقوف مع الطوبيسات طاحوا لي الكتاف، تصوروا الناس كيكونوا واقفين لطاف ضراف غير كيبان الطوبيس وكيرجعوا وقفاف، شي هز حجره شي هز غراف. واحد النهار فقت معطل الحسن انا محسن وجهي مهوفل، قلت نقلب على شي طاكسي كبير او صغير يوصلني للترامواي باش نوصل دغيا للخدمه ونتفادى نحس المدير. الساعه باش الطاكسي كبير او صغير خصك تكون انت هو بين لونكاستير كبر ليهم الشان، خصك تنقز عليهم بحال جاكي شان. قلت انا ندير واحد القضيه نرجع للطوبيس، من نهار قداست شويه ولا تعطلت قسم او قسمين ما عنده حتى شي اهميه. رجعت بقيت شاد مع الناس، لقيت واحد الجمعيه فيها شبان وعيالات وموظفين وتا البانديه، غوقف الطوبيس ويطمد واحد العجاجه وناط الخباريه طلعوني في حاله مزريه. بغيت نخلص لقيت البسطام مشالية، دفعوني لقدام بالهليه تبتوا ليا، تجيفت وتقجفت وبانت فيا الزنوقيه لاول مره في حياتي كتبان فيا الزنوقيه. جيت حدا واحد الاخت قلت نغلب عليها يا بنت، غير شافتني وهي تزرع فيا دوك الضفار وبدات تغوت قدام البشر، واك واك عباد الله الشفار بغا يضرب ليا الساك بزيزوار. دفعتني وهي بساك هكا طحين وطبيب، حدا واحد خينا غليظ بالعروقه الطيفيض مع هو عرقان، دارني تحت البيطان قتلني بريحه الصناد. شجعت وقلت ليه راك زحمتيني يا فلان، دار فيا بحال الزمان. قال لي عاود شد لك طاكسي الا ما عجبكش الحال، ولا طلعتي للطوبيس صبر القتال. حضرت راسي وزدت شويه، يلاه زاد الطوبيس واحد شويه، طلع الكونترول عيني مفردات، حط عليهم شارج ماشي نظارات. بديت انا كنتكحز اللور ويجي عندي قال لي شفت الورقه السيق الدور؟ قلت ليه لا رانا موظف في شركه الاستثمار وحق بين المختار. ما كملتش الهضره باق درت اللق صداق درت اللق، نزلني في نص الطريق كلامي ما بغى يتيق. بقيت واقف درت لوطوستوب حتى شي واحد ما بغى يوقف ليا، درت 7 كيلومتر اللي باقيه ليا على رجليا، غير وصلت للباب ديال الشركه وانا نلقى المدير بارك على التعنكر، غير شافني هو يقول لي ايوا انتينا هو المدير اللي ما جاي ليا حتى ل 10 على التعنكر، خصني نتلقى لما بالطعقيجه والبندير. يا سعادة المدير انت تتشوف حالتي كل منتوف قدر الظروف، راه حنا عندنا مشكل مع المواصلات ولا حيت سيادتكم كتمتعوا بالطوموبيلات؟ انتينا الراجل الفنيان انتينا كسلان، انا تيخصني الموظف اللي يعطي المثل الكل الموظف او العمل وانت الان تفضل. قلت لي الخدمه العامه سيدي نجمع لي ماك حسابك وضاق عليا كماكتك، قتلتيني بالتصرفات ديالك. فرمشت عين خرجت من الخدمه، والسبب هو هاد الازمه. كنطلب من المسؤولين الا كانوا بنا حاسين يشوفوا الحل لهاد المشكله، راه حنا محرين خصوصا الطلبه والموظفين.